لابد أن نشير إلى العلاقات التي تجمع العالم الإسلامي إن شئنا المفكرين في القارة الآسيوية. نحن نحرص على عقد صلة متينة مع من نعتبر أنهم يشبهوننا في مستوى التشدد ومستوى بين ظفرين ما نزعمه من حراسة للشريعة إلى غير ذلك. ولذلك نحن نطمس الأصوات المستنيرة، الأصوات المجددة، ونقطع صلتنا بها، وأحيانا نحول دون وصول خطابها إلى عالمنا العربي. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.